اسمع يا خالي، الطريقة دي ما تنفعش. طريقة ايه؟ 4-2-4؟ شفت؟ تبقى بتلعب. بالعكس، أنا بحب. يبقى اللي بنعمله ده غلط. أنا ما أحبش إننا نتقابل كده. إحنا من بيئة شعبية ليها تقاليدها. أيوة يا سهام، بس أنت عارفة إن أنا بحبك وإن أنا غرض شريف. خلاص، يبقى نحط النقط على الحروف. حروف إيه ونقط إيه بس؟ كل بنت في الدنيا لما بتحب تبقى عايزة الحب ده يوصلها للي بتحبه بالجواز. أيوة يا سهام، بس أنت مش شايفة كده إن إحنا نبقى مستعجلين شوية؟ مجرد خطوبة، المفروض إنك تيجي تتقدم لبابا وتخطبني رسمي على الأقل عشان نقدر نشوف بعض. أيوة، ما هو ده بقى اللي أنا كنت ناوي أعمله. وإيه اللي منعك؟ أصل ماما في العزبة في القناطر. هو أنا قلت لك إننا لينا عزبة في القناطر ولا نسيت أقول لك الحكاية دي؟ قلتها 4 مرات. الدكتور بقى قايلها لازم تستريح في السرير، أصل أنا والدي متوفي. أنا قلت لك الحكاية دي قبل كده ولا لأ؟ 3 مرات. أول ما تخف يا سهام أنا هجيبها واجي أخطبك. ما عندكش حد تاني يجي معاك؟ خالك، عمك، وماما عيانة؟ لا 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 لا، ده عيب قوي يا سهام في عيلتنا. ثم أنت عارفة إن أنا وحيدها ووارثها الوحيد، وأنا مش عايز أزعلها. سهام، أنت مالكيش إخوات تانيين غير سعاد؟ الدرس خلص ولا لسه؟ خلص يا سعاد هاني، بس الظاهر إن الأنسة سهام هي اللي فهمتوني. بسم الله ما شاء الله، دي فاهمة كل حاجة. أنا بس جيت أتأكد من الدرس. هو كده زي ما قلتيه بالظبط. يلا بينا، إحنا مضطرين نمشي. على طول كده؟ طب والبرتقان؟ متشكرين. طب أوصلكوا بقى بعربيتي الجديدة. مفيش داعي، البيت قريب. لا أبداً، لا يمكن. اتفضلوا. أنا مش هسكت. أسكت؟ أسكت إزاي؟ بيني وبينه المحكمة. مفيش غير كده. مفيش غير كده إزاي يا ماما؟ معقولة؟ معقولة يحصل بينكم كده يا بابا؟ ده يبقى أخوك وعمي. عمك يعني ياكلنا؟ يا ماما الحق يتقال، أنت طول عمرك ما بتحبهمش. وإذا كانوا عايزين ياكلونا، نعمل إيه؟ ولا ياكلونا ولا حاجة. دول حالتهم تعبانة، واحنا الحمد لله ربنا فتحها علينا. عيب، عيب لما نطمع في القليل اللي معاهم بحجة انه حقنا. ولد اخرس يا ولد. انا بقول رأيي يا بابا. رأيك؟ ما حدش طلب رأيك. وانت ايه رأيك يا سيد؟ دي بقى مسائل ناس كبار، وانا طبعا في صف بابا وماما، اكيد هم شايفين صح. طب روح ذاكر يا تراخ، روح ذاكر. اتفضل اتفضل. شفت بتتكلم عن عمي ازاي يا ابني؟ وانت مالك؟ دي سياسه عليا. وبعدين انت لما كنتش بتحب سهام كان موقفك اتغير، ثم ان الحب ده محكوم عليه اساسا بالاعدام. ليه بقى يا سي سيد؟ اديك شايف بنفسك اهو، الجو بين بابا وعمي كل يوم بيتوتر عن التاني. ده غير ان ماما اساسا ما بتطقهمش. وبعدين انت عارف ان سهام نفسها مش حاسه بيك. كل دي عقبات هتغلب عليها يا سيد، ومش هيفضل من ده كله الا الحب. بقول لك ايه يا حبيبي، ما تسمعش وتسمعني معاك اغاني كتير. ها؟ الحب ايه؟ اهلا يا حب. بصراحة
بصراحة بصراحة أنا وخالد بنحب بعض. مفيش حب أثناء الدراسة، ده تضيع للوقت، لعب عيال. ثم حب لو احنا في حالة زي دي، انت ما عندكيش إحساس؟ عندي إحساس، وده اللي خلاني أحب خالد. بذمتك مش حلو وشيك وابن ناس؟ يا بنتي يا بنتي خليكي أعمق من كده. انت فاكراني هبلة؟ أشوف واحد عجبني حبيته؟ ها ده أنا قايساها بالمسطرة يا مهندسة. خالد ده غني، مامته عندها عزبة في القناطر، وهو ابنها الوحيد. هو ده طريقي عشان أخرج من الفقر اللي أنا عايشة فيه. أنا بحذرك إنك تقابليه تاني، ماذا وإلا هقول لبابا وهخليه قعدك في البيت، لا الكلية ولا خالد. السلام عليكم. ازيك يا عم كامل؟ ازيك يا شناوي؟ اتفضل. بس الاستاذ زينب مش موجود. ما انا عارف انه مش موجود. عارف انه مش موجود؟ خير؟ في ايه؟ المعلم عشماوي عايزك ضروري، وقال لي ما ارجعش الا بيك. امرنا لله. يلا يا ابني. اتفضل يا عم كامل. النهارده ايه في النيابه؟ بعتهولي بعد بكره. اتفضل يا عم كامل. خلاص ماشي. تحت امرك يا معلم. انا يا حبيبي اللي تحت امرك. انا يا سيدي اللي خدامك. اتفضل استريح. قعدوا يا شناوي. اتفضل يا عم كامل. ارتاح. انت راجل مش عارف قيمه نفسك ولا ايه؟ أنا راجل على باب الله. مش لوحدي، ما كلنا على باب الله. بس بقى في واحد ربنا عايز يكرمه ويشق له طريقه، بس هو ما بيعرفش يدب رجله في السكة الصح لأنه مش واخد باله. أنا فعلا مش واخد بالي. إيه الحكاية؟ أنت راجل ما عندكش بيت وولاد ومسؤوليات. هو في حد خالي يا معلم؟ أمال ده في نفسك ليه عندي زين؟ أنا أعرف إنك أنت أبدع ويماجي أرابيسكي في البلد كلها. ما خلاص يا معلم، الشغلانة دي انضربت. كل الناس دلوقتي بتشتري شغل بره. قشرة لميع وصنعة مفيش. بقينا عاملين زي بتوع الطرابيش. عشان كده أنا بدور على الأصيل اللي زيك. ليه؟ هتفتح ورش عربي؟ في الخطة. بس اللي اعرفه يا معلم انك صاحب مغلق، يا دوبك بتجيب الخشب وتوزعه ودومته. ما قلت لك في الخطه. الله، بوجود واحد زي حضرتك كده هيشجعني. ربنا يوفقك. ده انا اشجعك بكل قلبي. بس زي ما قلت لك يا معلم، خلاص الشغلانه دي ما عادش حد بيهتم بيها. يا سلام، ده انت يبقى لك فضل كبير قوي قوي لو احيتها جنب لوسطة زينو. زينو زينو، ربنا يمسيك الخير. مش عايز ازعلك اصلا كامل. زينو خلاص راحت عليه، كلها شهرين ثلاثة والورشة هتتباع. ربنا ما شمت فيه الاعادي يا معلم. اعادي ايه يا مجنون انت؟ ده احنا حبايب. ده انا اديته خشب اخوه اللي اسمه اخوه ما يدهلوش. معلم عشمان، انت عايز ايه بالظبط؟ تشتغل معايا. ده على رقبتي، لكن ما اقدرش اسيب وسطى زينهم. هديك قد اللي بتاخده من وسطى زينهم الطاق تلاتة ولا عشرة. عاجل. الله 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 الله. ده انت غاوي فقر بقى يا عم كامل. طب يلا يا اخويا اخلع. يلا يلا بالسلامة يا حبيبي. جبت لنفسك يا كامل الاوصاف. Ah!
ازاي؟ يا ريتني كنت بدالك يا كامل. ربنا ينتقم منه. كامل اتفضل يا دكتور. سلامتك عم كامل، الف سلامه. ده انت عم الحته كلها. يا خبر، ده انا اول ما دريت انك انت انصبت جيت جاري وشديد لك اجدع. دكتور ملوش لازمه الدكتور، زينهم ودان الاسعاف. اسعاف ايه يا مجنون انت؟ لازم نشوفك اجدع دكتور. كتر خيرك يا معلم، خيرك معلم على جدتي كلها. الله، وافرض يا اخي ان الاسعاف عملت اللازم، احنا كمان لازم نعمل الواجب. واحمد ربنا انك انت انصبت وفي راجل جدع في الحته اسمه عشماوي يقف جنبك بالفعل مش بالكلام. الله، ده احنا اهل يا جدع. خد يا كامل. انت يا معلم انت تفهم ان الدنيا مش فلوس. امال ايه؟ فلس. امسك ال100 جنيه دول. مش محتاج، كفايه اللي خدته كده. خلاص، ما دام انت شايف انك انت خدت كفايه براحتك. يلا يا دكتور بقى كويس. ها، وعملت معاها ايه؟ ابدا، هديت اللعب شويه لحسن تقول هو مدلوق عليا كده ليه. ايه عزم؟ يعني صاحبك اللي انت كلمتيني عنه ما جاش؟ اهو هو معانا في الكليه. لا ده جاري في ثانويه عامه. اهلا يا سيد. اهلا يا حسن. ازيك ابو السيد؟ ازيك حسن؟ ازيك سيد؟ سيد ثانويه عامه خالد زميلي في الكليه. اهلا وسهلا. اهلا بيك. على فكره يا خالد، سيد والده من كبار رجال الاعمال. احب انا قوي رجال الاعمال. اتفضل يا سيد، اتفضل. بيننا هتصاحب قوي ابو السيد. باين عليه مش جاي. اصل هو كان عنده برد امبارح. بقول لك يا سيد، ما تيجي نتقابل بالليل ونروح له. ما عنديش اي مانع، كلمني في التليفون ونحدد معاه. انت عامل كروت وانت في الثانويه العامه؟ ده كارت بابا بس في النمر. ها، وعامل ايه في الدراسه؟ يوه، هو انا ما اعرفش اكلم حد الا ويكلمني في الدراسه؟ انا مش بتاع دراسه. انت عارف اهي دي تاني سنة ليا في ثانوية عامة، وواضح جدا ان مفيش حتى بريق امل. اصل انا غاو بيزنس طالع لابويا، بس هو ما بيثقش فيه خالص ومش عايزني اشاركه في اعماله. يبقى تاخد الثانوية العامة وتخش كلية تجارة ولا كلية الاقتصاد وبعدين تشتغل معاه. يا عالم مين يعيش؟ انا يا عم عايز اعيش حياتي من بدري. يعني عايز تعمل ايه يعني؟ شوف لي اي مشروع اعمله. مشروع زي ايه؟ اي حاجة، قطع خيار، قطع اكسسوار، اي حاجة كده في السريع. هو في مشاريع بتكسب ذهب بس محتاجة راس مال، وبعدين انت لسه تلميذ. تلميذ مين يا حبيبي؟ ده انا عارف كويس قوي ان المدرسة الحقيقية هي مدرسة الحياة. صح يا ابو السيد، وده رأيي بالظبط. واذا كنت انا بدرس فده عشان ما عنديش حاجة اعملها تاني. يعني انت من رأيي؟ 100% يا ابو السيد. خلاص، شوف لنا اي مشروع مناسب نعمله مع بعض. انا وانت؟ ليه لا؟ بس برضو الشهادة قيمة يا سيد. ده كان زمان يا حبيبي. ايام الجنيه الجبس اللي كنت تفكه وبرضه ما يتصرفش. ايام ما كانت طبقة الموظفين هم ارقى طبقة، وكانوا هم اللي راكبين المجتمع. النهاردة المجتمع بيدوسهم. محدش النهاردة بيفكر في الشهادة غير ولاد الحيلة. فوق حسين، المهم النهاردة في جيبك كام.
سقف انت عمران، انت بتسقف كويس. وادي يا حوده. نعمل يا معلم. وادي يا حوده. نعمل يا معلمه. احنا خلاص شطبنا ومفيش مشاريب هتنزل. انت وادي يا حوده. نعم يا معلم. شوف الرجاله تشرب ايه. احنا خلاص شطبنا ومفيش مشاريب هتنزل وهنلم الكراسي. بعد ما نروح هقفل. المعلمه هي اللي قالت. انا المعلم هنا وانا ادي اللي اقول. لا بقى يا عشماوي، القهوه قهوتي وانا بقى المعلمه وانا اللي اقول، وقعد اللي يعجبني وما قعدش اللي ما يعجبنيش. الأمل اللي انت فيها دي يا جمالات بفلوس، وانا ممكن اكسر لك القهوه واخليها لك زي ما كانت وانيا، اخلي لك اكبر حته فيها يا دوب تسلكي بيها اسنانك. حتى لو عملت كده يا عشمان انا مش ممكن اطاطي راسي ليك ابدا، انت فاهم؟ واذا كان على القهوه اشربها وخلصني. عودة يا رجالة. أنت وادي يا حودة. يا لعب. المعلمة بتاعتك غيرت رأيها وأمرت بعد ما أمرنا إحنا إن المشاريب ترجع تنزل. اشربوا إيه؟ يلا بينا يا رجالة، احنا مش من مقامنا نسهر في قهوة زي دي، احنا حنسهر في كازينو نايت كلوب، مش في قهوة بلدي في حارة جوه بيت القاضي. يلا يا جدعان. الحمد لله. كويس اني لحقت قبل ما تنزلي يا ست الكل. ايه اللي جابك من المدرسه بدري يا سيد؟ ما هو اصل النهارده كان عندنا حصتين هوايات في الاخر، المدرسه لغياهم. قلت اجي بقى الحقك عشان عايز اكلمك في موضوع مهم، ده انا مش عارف اكلمك يا ماما لا صبح ولا ليل. خير يا سيد؟ ماما انا قررت اعمل مشروع كده على الضيق وعايزك تقفي جنبي. ايه؟ هتعمل جمعية في المدرسة؟ جمعية ايه يا ماما؟ وانا ست بيت؟ ده مشروع اجانس عربيات. ايه رأيك؟ مش فكرة جميلة؟ انت بتقول يا سيد؟ انت يا حبيبي تذاكر الأول وتاخد الثانوية العامة، وبعدين نبقى نفكر في الكلام ده. ثانوية ايه بس يا ماما؟ ما انا بقالي 30 اهو مش عارف اخدها. وبعدين دلوقتي الثانوية العامة دي ما بتأكلش عيش حاف. ادخل الجامعة. يبقى العيش الحاف هيبقى عيش ودقة. يعني يرضيك يا ماما تحرقي قلب ابنك طول العمر؟ يا ماما المجتمع دلوقتي اتغير، المهم دلوقتي البيزنس. سيد انا مستعجلة ومش عاوزة عطلة، لما يجي ابوك اتكلم معاه، هو اللي يفهم في الحاجات دي. استني بس يا ماما، هو بابا صحيح بيحب الحاجات دي، بس انت عارفة بيعتبرني عيل صغير. ماما انا املي كله فيكي، دقيقتين بس مش هاخد من وقتك كتير عشان خاطري يا ماما. نعم. اقعدي بس، اقعدي. اقعدي يا ماما. دلوقتي يا ستي انا وواحد صاحبي داخلين شركه، وعشان تطمني مش هندفع ولا مليم. ازاي؟ ما هو احنا بقى هنعمل ايه؟ هنعرض عربيات لحساب الزباين، ونعرف الباقي عايز كام. ان جه مشتري ودافع اكتر بعنا. ده غير يا ماما ان انا هاخد عموله من البيع والمشتري كمان. طيب ما دام الموضوع بالشكل ده عايز مني ايه؟ ما هو يا ماما بقى حبيبتي المشروع ده عشان يقوم عايز مكان، والمكان ده عايز خلاو عشان يا ماما يبقى في مكان حلو حبيبتي ويبقى عليه رجل. والخلاو ده في حدود قد ايه؟ مبلغ بسيط يا ماما، في حدود 10 بواكي.
خلي كمان ده شاهد. حاضر يا بنت. ساعات يلا بسرعه. تعالى فهيم. حاضر. خذ يا فهيم. معلش قضوها النهارده بأيوع حاجه. بس الحاجات غليت قوي والمصروف ما بيكفيش. يفرجها ربنا. يا بنات امسكوا ايديكوا شويه. احنا داخلين على ايام صعبه. ها. لا انت لسه ما افطرتش. معلش هنزل الورشه بفطر هناك. طب يا اخويا مع الف سلامه. وطوكوا بعافيه. الله يعافيك مع السلامه. ايه ده كله يا سهام؟ ايه؟ سندوتشات ما كلش؟ لا بس بتاكلي كل ده؟ لا طبعا. لكن بعزم على زمايلي ولا عايزاني اكل وهم يتفرجوا عليا. مش معنى انت تتفرجي عليهم. كفايه عليك اتنين. ايه ده؟ شايفه يا ماما؟ خلاص يا سعاد يا بنتي سيبيها بقى. مش شايفين بابا قال ايه؟ طول عمره بيقول كده. امسكوا ايديكوا. امسكوا ايديكوا. لما مش عارفين اخرتها ايه؟ بس من غير مؤاخذة في كلمتين عايز اقولهم لك. خليهم للصبح يا حود. احسن انا حاسة ان جسمي اتهد. سلامتك. سلامتك من الهد. ان شاء الله عدويك، ان شاء الله اللي يكرهوك. ما انا مناية. مناية اعادك وارحمك من الهدة دي واسددك في البيت وانا اقوم بالشغل كله. انا مش فاهمة حاجة من اللي انت بتقوله يا واد يا حود. اقول لك خلي الكلام ده لبكرة. احسن انا حاسه ان انا هنام على روحي. مسوا بالخير. مش طايقه تسمع مني الكلمتين اللي عايزه اقولهم لها. بتشيح عندي. طبعا. ما هو في واحد تاني. ايوه. في واحد تاني. وانا اللي طول عمري بكذب نفسي. واحد تاني قدر يكسب قلبها من غير ما يتكلم ولا يقول حاجة. ولا أنا طول عمري شقاف في القهوة شغال خدام تحت رجليه عشان أكسب قلبها. مش قادر. ده لما صدقت خلصت من عشماو يطلع لي زينهم. يا خبر. أول مرة أشوفك سايبة شغل الكلية وماسكة الجورنان. انت هتسيبي الهندسه وتشتغلي في السياسه؟ لا انا بدور في الاعلانات على وظيفه خاليه. هتسيبي الدراسه؟ برافو عليكي. لا هشتغل بعد الظهر. طب والصبح؟ في الكليه طبعا. وكل ده كان ليه؟ سهام انت مش حاسه بالظروف اللي بيمر بيها بابا. انت كانك ولا عايشه معانا. ما احنا طول عمرنا على كده. قومي نامي نامي. ادي اللي فاضل نشيل هم البيت. مش كفايه هم الدراسه وهم الحصول على عريس مناسب؟ تسمح يا اخ؟ اخ ايوه صاحب البيت. زهروا البيت موجود. ايوه في مكتبه. طب من فضلك قول له واحد اسمه عشماوي عايز يتكلم. حاضر يا صاحب البيت. تعالى معايا شناوي. بنقول سلام عليكم يا سعادة البيت. بيقولوا لي ان اسمك عشماوي وعايز تقابلني. خير؟ في ايه؟ اتفضلوا. ده شناوي.
هو سعادتك مش فاكرني ولا ايه؟ انا عشماوي بتاع بيت القاضي. ما بيجيناش من بيت القاضي غير المشاكل. نعم. بس انا المره دي يا سعاده البيه جاي احل المشاكل. انا لما دريت بالاشكال اللي بينك وبين اخونا زينهم قلت اجي اساهم فيه. تشعلله تزوده ها؟ لا سمح الله يا سعاده البيه احله. انا راجل مليان وفلوسي جاهزه وجاي اعرض على سعادتك اشتري نصيبك من الورشه. ومين قال لك ان انا عايز ابيع؟ ما هو زينه ما سعاده البيه مش هيتفتح من الورشه الا بالشديد الاول. ومحسوبك بقى الشديد الاول. ما هو انت مش هتقدر عليها سعاده البيه. مش ضعف لا سمح الله. لا هي بس قله فضل. انا سالت على سعادتك في معرض الموبيليا وفي مكتب التصدير والاستيراد قالوا لي احسن ميعاد تقابله فيه هنا بعد الساعه 12. ما كدبتش خبر وجيت لك على طول. اصل انا دايس المطرح هنا بصر فيه كتير. يتنوا عامر بحسك يا رب. زبون يعني. طب عندك فكره يا معلم ان انا رفعت قضيه على زينهم عشان اثبت حقي في الورشه؟ سعادة البيه المحاكم عمرها طويل. أنا مستعد أشتري من غير إثبات وتسيبني أنا وهو ندخل المحاكم. أصل أنا عايز المكان ده عشان أعمله مخزن. وماله بيه؟ بالفلوس اللي أنا حديها لك تقدر تشتري المخزن السالك. وسيبني أنا لابط معاه. والله فكرة. على العموم سيبني أفكر وأبقى أرد عليك. وانا جاهز يا سعاده البيه وعامل حسابي. الكارت بتاعي اهو في نمره التليفون. واحد قالو اجيلك وشنطتي مليانه كاش مان يا بيه. لا شيكات ولا كمبيالات. وانا عجبني الناس الجاهزه اللي زيي. انا عاجبك قوي يا سعاده البيه. وربنا يجعل لنا لقمه عيش مع بعضينا. ما هو شغل المعارض يخصنا برضه. ازاي يا معلم؟ انا بشتغل في شغل موبيليا بتاع بره. يا بيه بره ايه وجوه ايه؟ اكتر المعارض بتضرب الشغل ده. ازاي يا معلم؟ هي دي حته واحده بس اللي بتيجي من بره والورش بتاعت جوه بتضرب زيها وانقح منها كمان. وتتحط في المعارض على انها شغل بره. ما هو ذوقها برضه ذوق خواجاتي. ونوفر الشحن والضرايب والجمارك واللازم منه. وانت بقى تعرف الورش دي؟ زباين يا سعاده البيه. خشبهم من عندي. عظيم 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 جدا. هيبقى في شغل كتير ما بيني وما بينك. على العموم انا هفكر في العرض بتاعك بجديه. من باب المعرفه حدودك كام في نص الورشة؟ شايف البيزنس يا قفل. مش هنختلف يا سعادة البيه. 200,000 كويسين. ما اقدرش اقول كويسين ولا وحشين الا لما ادرس اسعار السوق. اصل فكرة البيع ما كانتش واردة. خليها واردة يا سعادة البيه. زينهم؟ زينهم؟ أنا لولا خايف عليك يا ست فهيمة وخايف على البيت والعيال أنا ما كنتش جيت أقول لك. زينهم يتجوز عليا؟ آه ومين؟ الست جمالات صاحبة القهوة. هي صحيح يا ست فهيمة لونة حبتين لكن إيه يعني؟ يعني حبة الحلاوة اللي الزمن بيضيع أجدع منهم. ده كفاية. ده كفاية الأصل الطيب. كتر خيرك يا حودة. كتر خيرك انك جيت وبصرتني. ده واجب العيش والملح يا ست فهيمة. والجيرة اللي ليها علينا حق. بس أمانة يا ست فهيمة الموضوع ده ما طلعش لأي حد. أنت عارفة؟ ما تخافش. كتر خيرك يا حودة. زينهم
يا خبر يا زغلول، لسه جاي دلوقتي؟ شغل يا عايدة، ده من 10 الصبح لحد دلوقتي عشان تعرفوا قد ايه انا بتعب. انا ما بقتش مستحملة العيشة دي. انت طول النهار برا والعيال يا في المدرسة يا برا، وانا عايشة لوحدي هنا بين الحيطان. ما هي دي ضريبة المستوى الرفيع اللي انت عايشة فيه يا ست هان. يوه يا عالم، انا مش عايزة حاجة من دي، انا عايزة جوزي وولادي. تبقى اتجوزت الراجل الغلط. انا لازم أأمن حياتي ومستقبلي انا وانتي والولاد. الدنيا ما بترحمش الكسلان. ما حدش راضي يشغلك؟ كلهم عايزين يوم كامل، مفيش شغل نص يوم. يا بنتي هتذاكري امتى وتستريحي امتى؟ تتصوري بره بيشتغلوا بالساعة وكل ساعة بأجرها. باين علي عجزت. ما تقوليش كده. والله باين. أنا لو منك تشوف لك بنت صغيرة تتجوزها. قصدك قلة عقلي؟ هو جواز قلة عقل؟ لما تبقى بنت صغيرة واحد زيي تبقى قلة عقل. مش ضروري يعني تكون صغيرة قوي من دور بناتك، ممكن تكون أرملة ولا متطلقة من جوزها ومعمرتش. ولما هي معمرتش يا فهيمة هتعمر معايا أنا ليه؟ جايز يكون العيب من جوزها. المهم يا إما تكون حلوة ترجع لك شبابك، يا إما حيلتها قرشين يسندوك. خلاص إيدي على كتفك، من بكرة تنزلي على بيت القاضي لفيه حتة حتة، يمكن تلاقيلي واحدة كويسة. وممكن كمان انك انتي تاخدي سعاد معاكي، انا واثق من ذوقها، يمكن تلاقيلي بنت الحلال. وانت ما تدورش ليه؟ ده انت زنهم اللي طول النهار في السوق، ورد عليك البيضة والسمرة واجمل الجمالات. طب خش نام يا فهيم، لحصان الظهر بعد الساعة 12 مخك بيهوي. يعني ما بتفكرش في حاجة كده ولا كده؟ انت جرى لعقلك حاجة؟ ازاي افكر في كلام فارغ زي ده وانا شايل هم الورشة وهم البنات؟ حلاقيها من عشماوي ولا من زغلول ولا منك انت؟ نازلة عليا تريقة اخر الليل وانا عايز اخش احط دماغي وهمومي على المخدة. حرام عليكي يا شيخة، حرام عليكي، حرام عليكي والله، حرام عليكي. سام صباح الخير يا سام. صباح النور وخلاص. وايه خلاص دي بقى؟ بصراحة أختي حذرتني منك، قالت لي شكله بيلعب ومش جد، وإذا كان هو جد طريق البيت مفتوح. حاضر يا سام، أنا هتصرف علشان أثبت لك إني جد. أهو كده. طب هشوفك إمتى؟ بعدين هتبقى تشوفني رسمي وفي البيت كمان عن إذنك. أخطبها؟ طب هو أنا معايا الهوى؟ صباح الخير يا زينة. صباح النور. خليك في السرير، ريح جسمك يا أخويا. أنا نمت كويس الحمد لله. البنات صحوا؟ من بدري وراحوا كلياتهم. هجيب لك بقى الفطار في السرير. برأيي يا فهيم، من إمتى بيجي الفطار في السرير زي الزواج؟ وأنت تقل عنهم إيه بقى؟ طب ده أنت عندي بالدنيا كلها. لا ده أنا لازم أريحك، لازم أشوف طلباتك على الآخر. محدش في الدنيا حافظك وقلبه عليك قدي أنا يا زينو. طيب يا ستي روحي حضري الفطار في الصالة لحد ما أخش أتوضى أنا. من عيني. حاضر. دي فهيمة ما بقتش طبيعية أبدا.
وعينك واقع على قهوة مظبوط على مية سعانة. ايه حكاية جمالات مع روسيا دي؟ احنا مش عملنا لها شغل يا استاذ زكريا. عملنا القعدة عندنا قلنا ماشي. شغل قلنا ماشي. انما كل ساعة رجليها مخطية عتبة الورشة. ده شيء كتير قوي. وتفتكر يا حلمي في حاجة غير الشغل؟ وأنا بقول الفقر مخيم على الورشة من إيه؟ ما هو من كده. قصدك إيه يا حلمي؟ أصل باب الرزق ما يصحش يعدي عليه حاجة وحشة. بس المعلم زينهم مش بتاع الحاجات دي يا حلمي. أمال إيه يا أبو السيد اللي غير حاله؟ وهو بإيده إيه بس يا معلمة؟ المعلم عشماوي هو اللي قافل عليه السكة. وعندك المظبوط على مية سعانة. في ايه يا؟ اتكلم. ما هو احسن يا معلم نكون لوحدينا. شناوي مش غريب وانت عارف. لا ما هو يا اما نكون لوحدينا يا معلم يا اما مش هتكلم. شويه شناوي الموضوع باين انه مستاهل. خد عمران معاك. خلاص براحتك يا معلم. يلا عمران. حاضر يا معلم. الله اخويا. بقول لك ايه يا معلم سن؟ لو عايزني اعمل معروف اللي هقول لك عليه يكون سر بيني وبينك بس وما يطلعش لايوتها مخلوق حتى ولا شناوي. قول. عارف يا معلم الست جمالات صدق وغضاك ليه؟ اهو ده اللي مش عارفه سن. انا بقى بغير مؤاخذه عارف السبب. ويا دي السبب. سبب راجل. راجل اللي هو بيني وبينها قطعه. اهو ده بقى اللي حصل. ومين ياد ده الراجل اللي استاجرى وتحداني؟ سلم. انت شارب حاجة؟ احلف لك بايه يا معلم؟ ان زينهم هو اللي واقف بيننا، قصدي اللي واقف بينك وبينها. زينهم اللي شال الهم ليل نهار واللقمه بتحايل فيه بيحب ويعشق. تقول ايه بقى يا معلمه؟ اهو ده اللي حصل. راجل كبير وعنده بنات على وش جواز. ما هو ساعه الحب يعمل بصر. وجمالات شايفه فيه ايه ده؟ شايفه فيه ايه؟ شايفه فيه بقى اللي شايفاه؟ الله عالى زينهم. انا هعرف ازاي اتصرف معاك. بس اعمل معروف يا معلم من غير ما تقطع عيشي. خافش ياض سر كبير تجميل مش هنساهولك. الله يكرمك. خد ياض. نعمين يا معلم. ايه اللي خلاك تيجي تقول؟ ايه اللي خلاني؟ ده انت كبير يا معلم، كبير وسيد المعلمين، وانا بصراحه صعبان عليا حيرتك. جدع يا خد. ايه ده؟ ايه ده معلم؟ فلوس عيب؟ ده انا صابي من صبيانك يا معلم. خدش فلوس. امسك يا خويا. طب تعيش. تكرم يا معلم. اعمل لك شاي مع البنات يا اخويا. ها؟ شاي. تشرب شاي؟ ايوه. ومال مالك انت يا زينهم؟ مالي فيها ايه؟ شايفك كده سرحان ومشغول البال. الدنيا ما فيهاش راحه يا فهيمه، ما فيهاش راحه. ما فيهاش راحه ابدا ابدا. احنا اللي مخنا بيتعبنا واحنا اللي مخنا بيريحنا. يعني ايه؟ شوف بقى يا زينهم، انا ما عدتش طايقه اشيل في صدري اكتر من كده.
أنا؟ ده كلام يا فهيمة. إحنا في إيه ولا في إيه؟ ولا في السر ولا في العلن؟ ولا في الخيال. وجمالات؟ مالها؟ إيه اللي بينك وبينها؟ كله معروف. جارة، وأبوها كان راجل طيب الله يرحمه. وكان في بينا شغل. وخلاص؟ وخلاص. ألا حد بلغي غير كده؟ شوف يا فهيمة، الناس ما وراهاش غير الكلام، وساعات الكلام بيبقى الجهاز اللي يتحرق بيه البيوت العمرانة. احنا ورانا مسؤوليات، ما تسيبيش حد يزن في ودانك ويكون الغرض وحش معانا. حد كلمك؟ لا ابدا. لا ازاي؟ اكيد في حد كلمك. انت لا بتدخلي ولا بتخرجي. حد قالك حاجة؟ هو في حد، بس انا عهدت ان انا ما اقولش، ومصير بقى الايام تبين ان كان كذب ولا صدق. انا بقى مصيري هعرفه. ايه يا بيه؟ الشيشة ولا يا معلم؟ أنا يا معلم كفارة. حاضر. أيوة وعندك واحد مظبوط على ما يا سعانة. أهلا يا أسطى. هات الشيشة يا حودة. عينيا. وعندك واحد حمي جاهز. اتفضل. على فكرة الست جمالات لسه ما وصلتش، وجايز ما تجيش النهاردة خالص. أحسن، لو كنت لقيتها كنت مشيت على طول. ليه كف الله الشر؟ معرفش يا أخي، واحد ابن حرام كده راح البيت عندي قعد يودود لأم العيال، يقول لها مش عارف إن متجوز ست جمالات أو هتجوزها في السر، كلام فارغ كده مش فاهم. إنما مصيري هعرفه. معلش، ولاد الحلال كتير خربين بيوت. مش يمكن يعني قصدهم يعمروا البيوت؟ مش فاهم. ها؟ شد شد لحسن الشيشة هتطفي. هنقوم مصاصينهم كل حي منه لله. ايوه حاضر جاي عينيا. السلام عليكم يا رجال. النهارده ان شاء الله. مظبوط عندك ان شاء الله. اتفضل بسرعه، خلصت خلص الطلبات. يا الف مرحبا. يا اهلا وسهلا يا معلم زينب. ازيك يا ست جمالات؟ صحيح حاضر. فين يا ابني الشاي والقهوه المطلوبه؟ وحضر لي واحد شيشه حامل مع الكبار. واد يا حوت. نعم يا معلم. ايه اللي خلى المعلم زينب اول ما يشوفني يتلخبط ويسيب القهوه ويمشي كده على طول؟ يمكن عامل له عامله ولا قايل عليك الكلام ولا حاجه. عامله ايه؟ تفسر بايه لما واحد يشوف واحده ويتلخبط وما يعرفش راسه من رجليه؟ ايوه مش عارف، لكن انا عارف الحاجات دي زيك ما يعرفهاش. ده رجعني 10 سنين لورا. عارف يا واد يا حوده، كان في واد ساكن في الحته كل يوم يفكر قدام الباب وانا بكون واقفه في الشباك. اول ما اشوفه ما اعرفش اتلم على بعض، ما اعرفش راسي من رجلي، اتلخبط ما اعرفش اذا كنت صاحيه ولا نايمه، واقفه على الارض ولا طايره في السماء. ها؟ لا، الكلام ده كان زمان. كلام الحب في كل اوان يا واد. يعني يا ست ما لقيتيش غير ده اللي تحبيه برضه يا معلمة؟ أنا بقول لك هو يا واد. إن كان عليا هنا أنا ما بفكرش في الرجالة خالص. عشماوي يتوبني عن الصنف كله. علي وجاي.
مالك يا معلم متضايق ليه؟ البضاعة وصلت وما دفعناش أرضية وكلها ساعتين ثلاثة زمن، هنحمل وهنوصل مصر وبإذن الله بإذن الله كلها يومين ثلاثة بالكتير والمركب التانية هتوصل. طب يلا رش فورك إيه؟ ماشي يا معلم. مفيش حاجة في الدنيا تبعدنا عنك، بس يا ترى الكلام اللي قاله لي الواد حودة ده صحيح؟ معقولة جمالات تحب اللي اسمه زينهم ده وتخليه ينتصر عليا في الحتة؟ أنا هنا حجاني محبوس في اسكندرية تلات أيام استنى المراكب ودم فاير، بس أنا لازم أقطع عرق وأسيح دم اللي اسمه زينهم ده لو كان الكلام صحيح.